عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، إن من أعظم القيم والأخلاق التي ورثتها هذه الأمة عن نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خلق العدل. فالعدل أساس الملك، وبالعدل قامت السماوات والأرض. والعدل خلق قويم جليل يحبه الله عز وجل ويأمر به في كتابه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هكذا جاء القول في كتاب الله عز وجل. والله تبارك وتعالى أمرنا بالعدل حتى مع العدو، حتى مع المخالف، حتى مع الخصوم. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان منزلة أهل العدل يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين على منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. قال في تعريف هؤلاء المقسطين، قال: الذين يعدلون في حكمهم وما ولوا، يعدلون في حكمهم وما ولوا عليه من أمر المسلمين. ولذلك هؤلاء الذين إذا ولوا أمر المسلمين وأقاموا فيهم العدل مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به. ولو تذكروا الصديق رضي الله عنه يوم أن تولى الخلافة، كان عهدهم ويعني عادتهم أن تكون هناك خطبة جامعة يفتتح بها الخليفة امرته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فكان مما قاله أبو بكر رضي الله عنه في خطبة الخلافة، قال: أيها الناس، اعلموا أن القوي فيكم عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، وأن الضعيف منكم عندي قوي حتى أخذ الحق له. لأنه هو القائم بأمر الله عز وجل، لأنه هو المنوط بإقامة العدل في الأمة. ومن عظيم ما ورد عن النبي عليه صلوات الله وسلامه قوله: إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه فيها من القوي وهو غير متعتع، يعني غير مكره، وهو الضعيف الذي يستطيع أن يأخذ حقه في أمة قدس الله ذكرها. وإذا نظرت إلى مفهوم مخالفة الحديث، فإنه لا تقدس أمة يضيع فيها حق الضعيف، لا تقدس أمة يأكل قويها ضعيفها أبدا. اسمع إلى مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ووالله إنها لمقولة وكأنها خرجت من مشكات النبوة. ولم لا؟ وهو الرجل الفذ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي كان يخرج من فمه درارا لا يعلم قدرها ومنزلتها إلا أهل العلم. كان مما أثر عنه قوله: إن الله عز وجل ينصر الأمة العادلة
ولو كانت كافرة، ويخذل الأمة الظالمة ولو كانت مسلمة. ليه؟ لأن الله يقدس الأمة التي يعطى فيها الضعيف حقه من غير يعني تعب ومن غير مشقة ومن غير عنت، إنما لا يقدس الله عز وجل الأمة التي لا يقام فيها العدل ولا يستطيع فيها الضعيف أن يأخذ حقه. وبالتالي قال شيخ الإسلام هذه المقولة التي والله إنها حقيقة واقعة، فالله عز وجل يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. ونحن سبقنا الناس جميعا في إقامة العدل بالفعل. نسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سرقت المرأة المخزومية الشريفة على عهده عليه الصلاة والسلام، وطبعا قومها أرادوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها، فلم يجدوا أقرب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته من حبه أسامة بن زيد رضي الله عنه، فذهبوا يستشفعون بأسامة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. بالله عليك أخي المسلم، أختي المسلمة، هل سمعت بعدل في أمة من الأمم إلى هذا المستوى، إلى هذا الحد، أن النبي يتوعد ويقسم بالذي أرسله وبالذي أنزل عليه كتابه، لو أن فاطمة فلزة كبده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك لو استعرضنا تاريخنا الإسلامي المجيد نجد فيه أحداثا شهيرة أقيم فيها العدل من منظور الإسلام أذهل العالم كله. كلنا يذكر الخصومة التي وقعت بين ابن لعمرو بن العاص وهو يومئذ أمير على مصر، ابن الأمير، ابن السلطان، ابن ولي الأمر، تسابق مع رجل من نصارى مصر، فلق النصراني القبطي سبقه، فغضب ابن الأكرمين، غضب ابن أمير مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقام على هذا الرجل النصراني الذي سبقه وضربه. فما كان من هذا النصراني إلا وقد امتطى راحلته وانطلق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فلما وصل المدينة وسأل عن مجلس عمر ودخل على عمر رضي الله عنه ووضع شكواه بين يدي خليفة المسلمين يومئذ، فاشتاط غضبا عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة بالفعل، الرجل الفذ الملهم المحدث المهاب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فما كان منه إلا على الفور أرسل استدعاء عاجلا، مش لولد عمرو بن العاص وحده، إنما ولعمرو بن العاص أيضا. فجاء عمرو وجاء ولده إلى مجلس أمير المؤمنين عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فسأله: أنت فعلت هذا بهذا الرجل؟ فأقر بجرمه وخطئه. فما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أن أعطى درته لهذا الرجل النصراني القبطي المصري، وقال: اضرب بدرتي ابن الأكرمين، اللي هو ابن عمرو بن العاص وأبوه يومئذ أمير على مصر. وأنت تعلم قدر إمارة مصر، كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: إمارة مصر تعدل الخلافة، كفاية إنه أمير على مصر أم الدنيا. فأعلو بها رأس ابن الأكرمين، فضرب القبطي
ابن عمرو بن العاص في مجلس عمر رضي الله عنه، قال اضربه حتى تستشفي، فضربه حتى استشفى. ثم قال عمر رضي الله عنه لهذا الرجل النصراني: اعلو بهذه الدرة أيضا رأس عمرو بن العاص. رأس عمرو بن العاص؟ قال الرجل النصراني: يا أمير المؤمنين، أنا قد ضربت من ضربني. قال: بل اضرب بها عمرا، فإن ابنه ما ضربك إلا بأبيه، يعني إلا استنادا على أبيه. ثم قال عمر رضي الله عنه مقولته الشهيرة، يخاطب بها عمرو بن العاص، ويخاطب بها ابن عمرو بن العاص، ويخاطب بها كل من يتجبر على خلق الله تبارك وتعالى بصفة عامة، وعلى المسلمين أصحاب الحرمات المعظمة عند الله عز وجل بصفة خاصة. قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أرأيت العدل الذي أقامه عمر رضي الله عنه في هذه الأمة، الذي أذهل به المشارق والمغارب وعرف به عبر التاريخ الإنساني كله عليه رضوان الله تعالى. ولا تنس أيضا أن تاريخنا حافل بمثل هذه الأحداث الجليلة، فهذا الرجل اليهودي الذي سرق درع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وتخيل، أمير المؤمنين لم يجد بدا إلا أن يقدم شكايته إلى القاضي يشتكي فيها اليهودي الذي سرق درعه. فلما حضروا في مجلس القضاء وسأل القاضي علي رضي الله عنه، لم يقل يا أمير المؤمنين، قال: يا علي، ألك بينة؟ قال: لا، ولكن الدرع عنده. قال: إذا ليست لك إلا يمينه. فحلف اليهودي أنه ما أخذ درع أمير المؤمنين، وقال عبارته المعروفة: يعني أمير المؤمنين عندي ليس بكاذب، لكن الدرع درعي. فخلاص انتهى الأمر إلى أن القاضي شريح قضى بالدرع لليهودي، يعني خسر أمير المؤمنين علي القضية في منصة القضاء. حكم القاضي لصالح اليهودي على أمير المؤمنين علي. خرج اليهودي منبهرا مذهولا من عدل هذه الأمة، وأن القاضي أنصفه على أمير المؤمنين اللي يعلو القاضي نفسه. فتعجب وعاد مرة أخرى إلى القاضي وقال: أيها القاضي، الدرع درع أمير المؤمنين فعلا، وأما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا كان العدل أعظم قيمة وخلقا في بلاد المسلمين وفي أمة الإسلام، مما يجعلنا نزهو ونتباهى بعدل الأمة الذي كان. اليوم الأمة تعاني من مظالم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. نحن نتباهى بتاريخ قد كان، لكن واقعنا لا يتواءم أبدا مع ميراثنا، ولا يتواءم أبدا مع قيمنا، ولا يتواءم أبدا مع أخلاقنا التي كانت. نحن من يظلم بعضنا بعضا، نحن من يستبيح بعضنا حرمات بعض، نحن من ضيعنا قيمة العدل في الأمة. ولن تستعيد الأمة عزها ولا نصرتها إلا إذا أعادت الأمة قيمة العدل فيها. فالله عز وجل يقيم الأمة العادلة ولو كانت كافرة، ويخذل الأمة الظالمة ولو كانت مسلمة. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم إلى دينه، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.